مبروك للاتحاد، مبروك لإدارته، لإدارة الفنية، للاعبيه، للجماهير الحاضرة في الملعب ومن كانوا خلف الشاشة. الصدارة والانتصار والابتسامة العريضة، هارد لك لفريق أبها. خسارة ثقيلة بالتأكيد لإدارته، لإدارة الفنية وكذلك للاعبيه. جيتنا يا أبو عبد الله ما شاء الله وجبت الصدارة معك للاتحاديين. ها الحمد لله. طبعا ألف مبروك للاتحاد، حظ أوفر لأبها، فريق قوي لكنه واجه شغف اتحادي ورغبة في الفوز كانت كبيرة، التقى فيها الجمهور مع اللاعبين مع رغبة قوية مع هوية فنية جديدة، روح متجددة كانت موجودة في الفريق. من الموسم الماضي الاتحاد كان مميز فنيا وكان في بعض النواقص اكتملت بوجود كورنادو في خط الوسط، كان إضافة فنية كبيرة وهو اسم إضافة فنية قوية للدوري السعودي. مشكلة الاتحاد في الهجوم كانت على شقين، الطريقة اللي يلعب فيها المدرب زائد اسم كبير، ومع وجود اللاعب الفرنسي الجديد حتنحل المشكلة مع وجود طريقة المدرب الجديدة. لاحظنا طبعا في الأيام اللي فاتت من قدوم المدرب كوزمن التدريبات كانت منقولة في سناب النادي، بصراحة كان في قرب جديد، يعني تقارب مميز بين المدرب واللاعبين، الروح كانت واضحة أنه فيه رغبة من اللاعبين لتقديم شيء مختلف هذا الموسم. تخيل يعني يغادر مدرب ومن نفس جنسية المدرب في 5 لاعبين برازيليين ويأتي مدرب روماني، ولأن الاتحاد يملك مجموعة من لاعبي الخبرة والثقيلين فنيا وقيمة عالية استطاعوا فعلا أن يتجاوزوا بهذه المباراة وبهذا المستوى الكبير أي شكوك حول الخوف من عدم الانسجام أو الخطوة الأولى للمدرب تكون أقل معنويا. المدرب في هذه المباراة نجح في التغييرات، اللاعبين اللي طبعا دخلوا سجلوا أهداف، هذه تدل أنه المدرب غير الطريقة المناسبة، لا حتى تغييراته كانت عارف متى يغير وعارف اللاعب اللي يحتاجه للمباراة. تسجيل كمارا وفهد المولد في الأخير لها دور جدا كبير، اللاعبين يحتاجون إلى استعادة الثقة وبإذن الله أنها تكون يعني مرحلة مختلفة لهم. دخول الجبرين في الأخير تدل أنه عندنا صف من اللاعبين البدلاء ويحتاجون أنهم يدخلوا. إيش اللي تغير؟ كل هالأسماء اللي أنت ذكرتها كان في عليها عتب، وبعد هالمباراة أو بعد 90 دقيقة احنا نشوف في إشادة، وحتى لو كان مش على نتيجة المباراة اللي شفناه في الملعب مختلف من على مستوى الأداء والروح والحماس. أنا شفت حاجتين تغيرت اليوم بالنسبة للحضور الجماهيري، طبعا كان مختلف لكن برضو الأداء في الملعب كان مختلف، يعني مع أنه حسب البيان للحين الأرضية ما تساعد، يعني مليانة بكتيريا، يعني لو كانت صحية جلش بيصير. والله هذا طبعا الملعب علامة استفهام، لأنه هم ذكروا أنه ما حيأثر في الحضور الجماهيري، لكن بإذن الله أنها مشكلة وتنحل، لكن وجودها أيضا يدينا كثير من علامات الاستفهام على الصيانة وعلى هذا التوقيت، وبإذن الله أنه ما ننحرم من الجوهرة ونرجع في الشرايع من جديد. بس المدرب اللي تغير في الاتحاد أصلا من بداية الموسم كان في مشاكل شوية في الإعداد، تغيير المعسكر، عدم اكتمال الفريق، البطولة العربية كانت عبارة عن شيء مفصلي في بداية الموسم، لازم تكون أنت في قمة جاهزيتك من أول مباراة، زائد غياب حجازي، زائد تأخير في تسجيل كورنادو مع الكفاءة المالية اللي أخرت تسجيله، في مجموعة من الظروف. رغم أن الاتحاد عنده مجموعة من اللاعبين، المدرب هو اللي مستمر من الموسم اللي فات، فكان يفترض أنه البداية تكون أنك بكامل جاهزيتك لأنك أنت الأكثر استقرار في الدوري. ما حصل هذا الشيء بسبب ظروف كثيرة ورب ضارة نافعة. تغيير المدرب أعطى حافز لجميع اللاعبين من إدارة النادي، من النجوم اللي موجودين، بوجود نجم كبير مثل كورنادو يعني يغطي، هو الحلقة الناقصة كانت الموجودة في الفريق، لأنه عندك عمود فقري قوي، ما عدا الوسط كان تحتاج حاجة مختلفة، عندك قروهي، عندك حجازي، تحتاج حاجة توصل بين الفريق القوي. الرغبة موجودة في تعويض الجماهير، أعتقد أنه الاتحاد كان مميز السنة اللي فاتت، لكن فقدانه لللقب في الأخير أعطى له درس هذه السنة، أنه البطولة متاحة. حتى الآن تغيرت يعني خلينا نقول طموح الإدارة، العام كانوا يتكلموا على يعني الموسم السادس جيد، حققوا الثالث بفرق نقطة عن الثاني، الآن يقولوا خلينا نشد الفريق اللي قدامه ونبغى البطولة. جميل.
فأنا أتوقع أنه الموسم حيكون مختلف بالنسبة للاتحاد، لكن المشوار جدا طويل، لازم خطوة خطوة.